لجنة الوساطة الرئاسية بمحافظة صعدة اليمنية اتهم المسلحين الحوثيين بمحاصرة الوحدات العسكرية للجيش اليمني، وذلك لمنعها من الانتشار وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار. نتوقف مشاهدينا مع هذا الخبر لنناقشه في محورين. أولا، ما هي انعكاسات حصار الحوثيين للوحدات العسكرية على مصير اتفاق وقف إطلاق النار في صعدة؟ ثم ما هي حقيقة الاتهام الموجه للحوثيين بالسعي لإقامة حكم ذاتي لهم بعد خروج القبائل من دماش؟ ما بين اتفاق وآخر وما بين التزام به ونقض له، يتلخص تاريخ الصراع في محافظة صعدة شمالي اليمن. آخر هذه الاتفاقيات قضى بوقف إطلاق النار في دماج بصعدة وبانتشار الجيش في مواقع مسلحي القبائل والحوثيين هناك. القبائل أخلت مواقعها وخرج مسلحوها إلى الحديدة، ولكن الحوثيون لم يلتزموا. هذا ما يتهمهم به رئيس لجنة الوساطة الرئاسية على الأقل، قائلا إنهم حاصروا الوحدات العسكرية والأمنية في دماج ومنعوا انتشارها. سقط أكثر من اتفاق في محافظة صعدة باليمن، ويوشك اتفاق آخر على السقوط. القتال في دماج بين حوثيين حاصروا البلدة ورجال قبائل دافعوا عنها منذ 30 من أكتوبر 2013. سقط عشرات القتلى ومئات الجرحى. وفق آخر اتفاق بين الطرفين في يناير 2014 برعاية من الرئاسة، فك الحصار عن دار الحديث وإخراج أغلب السكان، فتح الطرقات المقطوعة وانتشار الجيش. وذلك ما لم يتم، إذ عرقل الحوثيون الانتشار. لاق تهجير السكان من دماج إدانات واسعة سياسية وحزبية وحقوقية، لأنه تم على أساس مذهبي. لكن الحوثيين يردون بأن السلفيين في دماج يجندون آلاف المقاتلين الأجانب لمهاجمتهم، في حين يتهم الحوثيون بمحاولة إفشال الحوار الوطني الذي قد يؤدي إلى الاستقرار، استقرار ليس في مصلحة أطراف يمنية وربما إقليمية. اليمن من المفروض أنه مقبل على نهاية المرحلة الانتقالية في فبراير المقبل، لكن الحوار الوطني لم يخرج بما هو متفق عليه وتعدى بكثير الموعد المقرر لختامه، وهو سبتمبر الماضي. أما صعدة فهي تحت سيطرة شبه كلية من الحوثيين. كل ذلك مع تواتر الأنباء عن وجود احتياطات نفطية ضخمة جدا في محافظة الجوف على الحدود مع السعودية. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو جمال الملاكي، الباحث والكاتب السياسي اليمني. أهلا بك. نرحب أيضا بضيفينا من صنعاء راجح بادي، مستشار رئيس الوزراء اليمني. وأيضا من صنعاء نرحب بعلي البخيتي، الناطق باسم الحوثيين في الحوار الوطني. نرحب بضيوفنا جميعا إذن. وأبدأ معك أستاذ علي البخيتي. طبعا الاتهامات كثيرة للموجهة للحوثيين بمنع انتشار الجيش والسعي لإقامة حكم ذاتي لهم بعد خروج القبائل من دماج. لماذا لا تتركون الجيش ينتشر ويقوم بعمله المطلوب منه؟ في البداية نشكركم على الاستضافة. هذه الأخبار غير صحيحة. تم انتشار الجيش في المتارس والمناطق المحيطة بدماج بشكل كامل. الطريق من مدينة صعدة إلى داخل دماج تنتشر فيها النقاط الأمنية. هناك جرافات تعمل منذ أكثر من 3 أيام لدفن المتارس التي كان يتواجد فيها مسلحون تابعين للطرفين. هناك وحدات الكهرباء والمياه والخدمات العامة أرسلت من المحافظة والمجلس المحلي، وهم يقومون الآن بدورهم في منطقة دماج. يمكن أن يكون هناك بعض الإشكالات هنا أو هناك جاري حلها. الأستاذ عبد القادر هلال يرابط في المنطقة وقد تمكن من حلحلة الكثير من الأمور هناك. تبقى بعض الإشكالات إن شاء الله سيتم حلها قريبا، ولا صحة مطلقا للأنباء التي وردت في تصريح الأستاذ يحيى منصور أبو صبع. هذا الأستاذ يحيى منصور استمر في الوساطة أكثر من 3 أشهر، وهناك تراكمات ومشاكل. طيب داخلية. إذا كان الأمر كذلك أستاذ راجح بادي، يعني إذا كان الجيش يقوم بالانتشار ويقوم بعمله، أين المشكلة إذن؟ أستاذ راجح. أيوة نعم. ألو. نعم نحن نسمعك بشكل واضح. أين المشكلة؟
ضيفنا الآن كان يقول الأستاذ البخيتي كان يقول لا، الجيش يقوم بعمله وينتشر وليس هناك إلا إشكاليات بسيطة جدا يعني لا تستحق الذكر. ما رأيك بهذا الكلام؟ أين المشكلة إذن؟ باختصار شديد سيدتي الكريمة، لم يتبقى في دماج إلا الحوثيين فقط، لا وجود لأي طرف آخر، لذلك ليس مبررا وليس مقنعا أن تتم عملية عرقلة الجيش. من يتحمل عملية عرقلة الجيش؟ لا يوجد في الميدان الآن سوى الحوثيين في دماج. السلفيين أخلوا المنطقة بشكل كامل. الأستاذ يحيى منصور أبو أصبح هو شخصية وطنية وبذلت جهودا كبيرة في عملية الوصول إلى الاتفاق الشهير الذي قضى بتهجير السلفيين من دماج، كان البند الرئيسي لهذا الاتفاق إضافة إلى اتفاقات أخرى كبيرة. ما المعلومات المؤكدة لدينا هي تؤكد ما ذهب إليه الأستاذ يحيى منصور أبو صبح. الأخوة الحوثيين حتى هذه اللحظة فعلا سمحوا بدخول بعض عناصر الجيش إلى دماج، لكنهم حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها يرفضون دخول الجيش برفقة عدد من المعدات العسكرية. هم يريدون انتشار للجيش بأسلحة خفيفة، لا يريدون دخول أسلحة الجيش بكامل عدته وعتاده. طيب أستاذ خيتي، لماذا تمنعون الجيش بأن يدخل بعتاده وعدته يعني لا يسمح له بالدخول إلا بأسلحة خفيفة؟ ماذا يمكن أن يفعل إذا كان الجيش لا يعمل إلا بأسلحة الكريمة خفيفة؟ أختي الكريمة، من يتولى الآن رئاسة لجنة الوساطة هو اللواء عبد القادر هلال، ونحن لا نعتمد إلا تصريحاته في هذه اللحظات، لأنه من أنجح الوساطة في اللحظات الأخيرة ومن انتشل اللجنة من تعثرها لأكثر من 3 أشهر. الأستاذ راجح يعني أستغرب أن يصبح ناطق باسم الطرف السياسي مع أنه يعني مستشارا لرئيس الوزراء، وكنا نتمنى أن يكون مستشارا لرئيس الوزراء لليمن وليس لطرف سياسي محدد. الاتفاق واضح لا ينص على تهجير أي طرف من الأطراف، الاتفاق نص على إخراج المسلحين الأجانب ومن غير أبناء المنطقة من الطرفين، وبالتالي فالقبائل موجودين داخل دماج، من خرج فقط هم الأجانب والذين هم غرباء عن المنطقة. وأتمنى من الأخ مراجعة الاتفاق الرئاسي الذي تم توقيعه من قبل فخامة رئيس الجمهورية، والحملة الآن التي تشن على فخامة الرئيس على اعتبار أنه هجر السلفيين أو هجر المسلحين أو طيب. ما شابه حملة ظالمة طيب. لأنه أول ملف ينجح فيها الرئيس منذ توليها السلطة. طيب في ضوء كل ذلك أستاذ جمال المليكي، مصير الاتفاق برأيك؟ هو أنا أعتقد أننا نقترب من التفاصيل، هي نتيجة لإشكالية عميقة جدا. يعني نحن الآن أمام جماعة دينية مسلحة مسيطرة على منطقة من الأرض، هذا في الأصل. أنا عندي الآن خطابين، عندي خطاب لزعيم روحي في آخر مناسبة دينية له، أنا كباحث كيف أقترب من ظاهرة، عندي خطابين لو أردت أن أقترب من الظاهرة. خطاب لزعيم روحي المسلح لا يسمع كلام الأخ علي البخيتي ولا كلام الناطق الرسمي الذي يتحدث الإعلام، هو لا يسمع هذا. المسلح على الأرض هو يسمع كلام الزعيم الروحي. الزعيم الروحي حتى هذه اللحظة إلى آخر مناسبة دينية يتخاطب بلغة عنصرية، وأن أسرة أحفاد علي بن أبي طالب هم الذين لهم حق في الحكم وليس لغيرهم الحكم. هذا الإشكال الحقيقي، كل ما ينتج اليوم هو نتيجة لخطاب عنصري. الآن أنا أتمنى وكل وطني صادق يتمنى أن يكون كلام سواء الأخ محمد عبد السلام الذي كان في النشرة السابقة أو الأخ علي البخيتي، نتمنى من كل قلوبنا أن يكون هذا الكلام هو الصحيح وأن الدولة تستطيع أن تفرض وجودها في صعدة، نتمنى أن يكون ذلك. لكن للأسف هناك خطاب نسمعه ويتكرر، وكما قلت وأؤكد على هذه النقطة أن المسلح على الأرض الذي يعتبر غير واعي بالدرجة الكافية لطبيعة الفكر ولطبيعة السياسة لا يسمع إلا الزعماء الروحيين حتى هذه اللحظة التي نسمعها ما زالوا يتخاطبون بلغة عنصرية. هذه الإشكالية في العمق. نحن نريد من الحوثي اليوم كمشارك، لأنه نحن نجد إشكال في تفسير الظاهرة أنه هناك مشاركة في الحوار وهناك تمرد بشكل من أشكال التمرد على الدولة. فهذا طب الدولة أين هي؟ دعني أنقل هذا السؤال إلى راجح بادي. الدولة أين هي إذا كان الجيش غير قادر فعلا على الانتشار وعلى القيام بعمله ويعرقل وما إلى ذلك؟ يعني أين الحكومة؟ أين الدولة؟ كيف نفهم فكرة أن الجيش غير قادر على أداء عمله؟
أنا لست مع هذا مع هذا التحليل بشكل دقيق أن الجيش غير قادر على القيام بدوره. الجيش اليمني قادر، والجميع يعلم أنه عندما تم تسلم الرئيس عبد ربه منصور هادي لمقاليد الحكم في اليمن وتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوا، كانت هناك عدد من المحافظات على رأسها محافظة أبيان خارج سيطرة الحكومة، وكان المسلحية القاعدة يسيطرون على هذه الحكومة. كانت المسلحين يسيطروا على هذه المحافظة، لكن الجيش اليمني وبالتعاون مع اللجان الشعبية استطاعوا تحرير محافظة أبيان بشكل كامل. ما يتعلق بمشكلة صعدة، الأخوة الحوثيين شاركوا في الحوار الوطني لإيجاد حل لهذه المشكلة التي تعد من المشاكل الرئيسية في اليمن. نحن الآن على مرحلة على نشهد الأيام الأخيرة من مرحلة الحوار الوطني، وعقب مرحلة الحوار الوطني والقرارات التي ستخرج من مؤتمر الحوار الوطني فيما يتعلق بقضية صعدة هي ستثبت جدية الأخوة الحوثيين في مدى أنهم كانوا مشاركين في هذا الحوار كاستراتيجية. طيب ومصير التكتيك. نعم، ومصير الاتفاق وسط كل هذا؟ مصير الاتفاق حتى هذه اللحظة، يعني نحن نتمنى حقيقة ألا يفشل هذا الاتفاق. نحن ندعم كل الجهود لتنفيذ كل هذا الاتفاق. الاتفاق كمنظومة متكاملة، ليس فقط أجزاء منه وترك بقية الأجزاء. اللجنة الرئاسية تتحمل مسؤولية تاريخية أمام اليمنيين وأمام العالم في تنفيذ بقية بنود هذا الاتفاق، وعلينا ألا نستعجل. ندع هذه اللجنة للأيام القليلة القادمة لتكشف حقيقة ما يحدث الآن في دماج من منع الجيش من الانتشار أو أي عراقيل أخرى يتم وضعها في أمام عمل هذه اللجنة. أنا أعيد وأكرر أنه لا يوجد الآن في صعدة سوى الأخوة الحوثيين، لا يتحمل أي طرف آخر عرقلة الجيش أو الأمن في صعدة إلا الحوثيين، هم الطرف المتواجد الوحيد في صعدة، لا وجود لمسلحين آخرين، لا وجود لمقاتلين آخرين في محافظة صعدة. نتمنى ألا يكون هذا نوع من التكتيك لدى الأخوة الحوثيين، أنهم يريدون أن يشغلوا الرأي العام بقضية أخرى نظرا للاستياء الشعبي الكبير لدى القوى السياسية في الساحة ولدى اليمنيين مما حدث في دماج. شكرا، لكن سنعود لطرح هذا الموضوع في الجزء الثاني من البرنامج. محاولة السيطرة على صعدة، حيث أنه لا يوجد هناك إلا الحوثيون في صعدة الآن كما كان يقول راجح بادي. سنعود للنقاش إذن بعد فاصل قصير، نناقش أيضا بعده حقيقة الاتهام الموجه للحوثيين بالسعي إلى إقامة حكم ذاتي لهم في صعدة. مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا. بعد حصار الحوثيين للوحدات العسكرية في صعدة، أستاذ علي البخيتي، يعني استمعت قبل قليل إلى راجح بادي يقول إنه في الحقيقة في الواقع لا يوجد في صعدة حاليا إلا الحوثيون يسيطرون على صعدة ويحاولون. هناك ضيفين ويظهر من كلامهما أنهم ضدي بشكل رئيسي. يعني الأخ الذي عندكم في الاستوديو نقل الموضوع إلى قبل 1400 عام، أنه يقول أنه محلل سياسي. أرجو أن ينحصر ردك الآن في الكلام المتعلق أو في النقطة المتعلقة بسيطرة الحوثيين. نعم، يجب أن أرد على ما طرحه الأخ جمال المليكي، لأن هذا الكلام غير صحيح. نحن دخلنا الحوار الوطني وتقدمنا برؤية سياسية لبناء دولة يمنية ديمقراطية عادلة يتساوى فيها جميع المواطنين، ولا نريد أن ننقل أي صراع سياسي أو خلافات فنية في إطار الانتشار العسكري للجيش ونرجعه إلى ما قبل عام أو قبل 1400 سنة. ونتمنى حصر نقاشنا في هذا الموضوع ولا نستخدم العبارات الطائفية والتحشيد. ليس هناك أي توصيف طائفي. أنتم متهمون بخرق الاتفاق ومحاولة التوسع في باقي المحافظات والسيطرة على صعدة وإقامة حكم فيها. هذا الكلام غير صحيح. الوضع الأمني الحاصل في صعدة هو نتيجة لست حروب خاضها النظام بدعم من الإخوان المسلمين ضد أبناء تلك المحافظات صعدة وعمران وغيرها. وقد اعتذرت الحكومة عن هذه الحروب واعتبرت كل من سقط فيها من أبناء صعدة وغيرها من المحافظات الشهداء، واعتبرت أنها خطأ تاريخي لا يجوز تكراره، واعتمدت مرتبات لأسر
أسر الشهداء وتعويضات لمن قتل وللمنازل. طب منعتم دخول الذين خرجوا في الحروب، أكثر من 30,000 نازح من السنة خرجوا من صعدة ومنعتم عودتهم دخولهم إلى صعدة. أنا أستغرب أنت تقولين أنه لا وجود لمصطلحات طائفية عندما نتكلم عن سنة وعن شيعة، لا يوجد هذا الموضوع في اليمن. ما يحصل هو صراع سياسي بامتياز بين مراكز قوى تقليدية حكمت اليمن بالحديد والنار واستولت على السلطة والثورة والثروة، ثار الشعب عليها في صنعاء وفي كل مكان وتحرر نوعا ما منها. هذه المراكز لا تزال تحاول إثارة الفتن والنعرات الطائفية والحروب تحت عناوين مذهبية حتى تستمر في الحكم. في اليمن هناك تعايش لأكثر من 1200 عام، لا توجد هذه المصطلحات لدينا. من خرج من صعدة هم المسلحون ولم يخرج جمال أي طرف من الأطراف. كلامك موجه للأستاذ جمال المليكي، يعني لم نسمع منك أي توصيف طائفي في جوابك الأول، لكن لك أن ترد على كلام الأستاذ البخيتي. وقف إطلاق النار في الجزء الأول من الاتفاق أدى إلى فقط إلى خروج يعني أعداد من القبائل ومن السلفيين من دماج إلى الحديدة. هل تعتبر أن هؤلاء هم الطرف الخاسر في المعادلة؟ أنا لا أريد أن أشخصن النقاش أولا، لكن دعونا نتكلم بمنطق، دعونا نعرض بعض المعطيات على المشاهد ويحكم المشاهد. أنا لدي الآن تحركات على الأرض توحي بفتح جبهات على أكثر من مكان لسعي السيطرة على مناطق معينة. هذا ماذا يعني؟ ليقول المشاهد المحايد ماذا يعني؟ الذي يعيدنا إلى قبل 1400 عام للأسف الشديد، نحن يعني لسنا فرحانين بهذا الكلام، هو آخر خطاب لعبد الملك الحوثي في آخر مناسبة دينية بعد 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 دخولهم الحوار. الذي تحدث عن هذا ليس أنا وليس وللأسف قال؟ قال أن فكرة الحكم أنها محصورة على عائلة وعلى أسرة علي وأحفاد علي. هذا الكلام الذي قاله، يعني لما أتي بشيء من عندي وهذا تناولته كل الصحف. طيب حتى نخرج من دائرة التوصيف، حتى نخرج من هذه النقطة، لأنه مهم نوصف هذه الجدلية التي غير واضحة. يعني أنا أفرق بين شخص يؤدي دور وظيفي كناطق رسمي وبين زعيم روحي. الطرف الخاسر في المعادلة من هو؟ الطرف الخاسر للأسف هو المجتمع اليمني. لذلك أنا أقول لنعتبر هذا الكلام محل شك، الذي يثبت أنه فعلا الحوثيين في اتجاه للدولة المدنية ونحن نتبنى ذلك. وهل يسعون فعلا إلى الحكم الذاتي؟ إلى الآن لم نجد تحركات حقيقية في هذا الاتجاه كافية تقنع المجتمع، دعنا من أي فصل سياسي آخر. نريد الحوثيين أن يتوجهوا بإقناع المجتمع بتحركات حقيقية على الأرض بأنهم فعلا متجهين إلى الدولة المدنية. إذا فعلوا ذلك فنحن وأنا أحد الذين من هذا المنبر رحبت وفرحت واستبشرنا كلنا أي واحد صادق مع فكرة الدولة المدنية رحبنا بهم عندما جاءوا إلى الثورة وانضموا إلى ساحة التغيير. نحن ليس لدينا مشكلة مع أي فصيل سياسي، أي فكرة يحملها أهلا وسهلا بها. نعم، لكن تغيرت المواقف بعد الثورة والاصطفافات وأطراف المعادلة اتخذت مواقف أخرى. لكن دعني أنتقل إلى راجح بادي. واضح أن موضوع توسع الحوثيين أستاذ راجح يعني أصبح بالنسبة لكم مخيفا، كيف تتصدى الحكومة اليمنية لمسألة توسع الحوثيين؟ دعيني قبل أن أجيب أختي الكريمة على هذا السؤال أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. في البداية ضيفك الكريم علي البخيتي نفى وجود أي خلاف في دمج فيما يتعلق بمسألة إعادة انتشار الجيش وتموضعه داخل هذه المنطقة، وفي الجزء الأخير من إجابتي عاد وناقض كلامه واعترف وقال بالنص نحن لا نريد أن نعيد الخلافات الفنية في مسألة إعادة الجيش في دمج إلى ما قبل 1400 سنة، وهذا يؤكد أن هناك فعلا خلافات حقيقية فيما يتعلق بمسألة إعادة. يعني أكيد لن نعود إلى 1400 سنة، لكن حدثنا قليلا عن انعكاسات ما يجري الآن أو يعني على الحوار الوطني الجاري. نعم، الحكومة سيدتي الكريمة كما قال ضيفك متحدث الحوثيين أنها اعتذرت عن حروب صعدة. هذه الحكومة اعتذرت عن الحروب السابقة التي قام بها النظام السابق في صعدة، وقامت بمعالجات حقيقية وإجراءات كان مطلوب منها لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي. هذه النقطة تحسب لهذه السلطة وهذه الحكومة. هذه السلطة ورثت بؤر مشتعلة في أكثر من منطقة في اليمن، سواء في الشمال في الجنوب في الشرق والغرب، تسعى لإطفاء هذه الحرائق المشتعلة. قدم الحكومة قامت بهذه الإجراءات على بقناعة تامة من أجل أن يشعر الإخوة الحوثيين أن هذه السلطة جادة
في معالجاتها فيما يتعلق بملف صعدة وإغلاقه نهائيا. الرسالة التي يحب أن نعم، ولكنها تبدو عاجزة عن ذلك وتتعامل مع الأمر ك يعني الدولة الدولة حكومة وجيشا تتعامل مع الموضوع كوسيط وكأن الوضع يتعلق بدولة شقيقة، دولة مجاورة. لا سيدتي الكريمة، الوضع في اليمن لا يحتمل مزيد من الحروب ومزيد من الدماء. نحن في اليمن ما أثبته التاريخ اليمني المعاصر والقديم، وهذه التي على الأخوة الحوثيين أن يفهموها وغير القوى والقوى المسلحة الأخرى، أن البندقية في اليمن لا تمنح أي طرف يشير هذه البندقية إلا نصرا مؤقتا. حروب 94، الحروب في الشمال وفي الجنوب قبلها التي كانت تستخدم فيها البندقية لم تمنح أي طرف رفع البندقية إلا نصرا مؤقتا، ما هي إلا سنوات وتعود الطاولة تنقلب على أساس. في اليمن لا يستطيع أي طرف أن يفرض رأيه بالبندقية على أي طرف آخر. نحن مع إشراك كل القوى السياسية في الحوار. الأخوة الحوثيين عندما اتجهوا للحوار كانت خطوة مرحب فيها. نتمنى أن يؤكد الأخوة الحوثيين مدى جديتهم في تنفيذ مخرجات الحوار في تهدئة الأوضاع، لأنه كما قلت وأعيد وأكرر لا يوجد أي طرف آخر حول هذه النقطة بالذات. يعني الآن أنتم متهمون بعرقلة الحوار الوطني، كيف تتصورون سير الحوار الوطني في ظل هذه العثرات، خصوصا أنكم متهمون أيضا بتلقي دعم خارجي من أطراف إقليمية ودول مجاورة؟ يظهر أن ضيف فيكي لديهم أبعاد أيديولوجية في التعاطي مع الموضوع، وأنا أريد أن أحصر الكلام في الموضوع السياسي حتى نتسق مع الحلقة. بالنسبة لموضوع السلاح والسيطرة، السلاح موجود في صنعاء، الدولة عاجزة حتى عن السيطرة على العاصمة. بالأمس اقتيل دبلوماسي إيراني في وضح النهار الكثير من الجرائم. بالعكس، الدولة ليست موجودة بشكل حقيقي إلا في صعدة. صعدة اليوم أكثر مناطق اليمن أمنا، أكثر مناطق اليمن توفرا في خدمات الكهرباء والمياه وبقية الخدمات العامة. نتمنى أن ينتقل الوضع الموجود في صعدة والأمن والاستقرار إلى صنعاء وليس العكس. الإخوة يريدون تصدير المشاكل والانفلات الأمني الرهيب داخل صنعاء يصدروه إلى صعدة وبقية المناطق. عندما تتوفر مثل هذه الأمور الجميع سيرحب بتواجد الأجهزة الرسمية في كل مكان، مع أن الأجهزة اليوم موجودة في صعدة، موجودة وحدات عسكرية، موجودة كذلك لجان شعبية تساند الوحدات العسكرية والأمنية في حماية أمن المحافظة، وهذا هو ما ضبط الموضوع. بالنسبة لقضية صعدة، يعني أنت تعتبر أن الموضوع مضبوط تماما وأن الأمن مستتب والأمور مستقرة؟ أستاذ جمال ليكي، هل الأمر هكذا وما انعكست ما يجري على العملية السياسية؟ أعتقد أن الكل يعرف هل هنا ما الذي يجري في صعدة. يعني هل يعني الفجوة كبيرة ما بين، نقارن ما بين العدل والذي نبشر به أنه يسود المنطقة وما بين الحال. لا أريد أن أخذ بهذا الفكرة بشكل بسيط، أن هناك الآن مجتمع خرج إلى الشارع يرغب بدولة حديثة، بدولة مدنية مل الصراع ومل القتال. كل المكونات سواء الحوثي أو غيرهم عليهم أن يتجهوا بخطابهم بتحركاتهم نحو المجتمع ليقنعوه، لا يقنعوا أحدا غير المجتمع. نحن نتمنى من كل قلوبنا أن الحوثي فعلا يكون مع الدولة المدنية. ما الذي سيثبت ذلك؟ ليس فقط الكلام اللي على الشاشة، الذي سيثبت ذلك هو التحركات على الأرض، والكل يشاهد التحركات على الأرض ليست خفية، واليوم لا نستطيع أن نخفي أي معلومة على أحد، اليوم كل شيء واضح. إذن نحن أمام صراع بين فكرتين، فكرة دولة حديثة دولة القانون وبين أطراف وأطراف أخرى، من ضمنها للأسف الشديد الحوثي. حتى هذه اللحظة تحركاته لا تدل إلى أنه لا يريد أن تستقر الدولة. كثير من المحللين يجدون أنه يجد في استقرار الدولة محاصرة له. نحن نريد أن يثبت لنا العكس بتحركات ميدانية على الأرض، هذا ما نرغب به، وليس هناك أي مشكلة مع أي فكرة يحملها أي طرف. إذا كان سينشرها سيعرضها على المجتمع بالطريقة الحضارية وليس بطريقة القوة وفرض السلاح وما نشاهده اليوم. بشكل أساسي هي أزمة حقوقية التي حصلت، شاركت فيها الدولة بشكل أو بآخر، لكن نفي ناس لأنهم يحملون فكرة، وأنا شخصيا أختلف مع فكرة الحوثي ومع فكرة السلفيين، لكني أجد أنه نفي فئة من الناس لأنهم يحملون فكرة مغايرة للحوثي، هذه فكرة للأسف أساءت للحوثي أكثر مما أفادته. فالمشهد برمته يحتاج إلى إعادة أن يعرف الحوثي بنفسه للمجتمع اليمني ليس إلا. أشكرك جزيل الشكر جمال الملاكي الباحث والكاتب السياسي اليمني. نشكر أيضا في نهاية هذه الحلقة ضيفينا من صنعاء، علي البخيتي الناطق باسم الحوثيين في الحوار الوطني، وأيضا راجح بادي مستشار رئيس الوزراء اليمني.
شكرا لضيوفنا وشكرا لكم أنتم على متابعة هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر. نلتقي بإذن الله لكم.